يلا الخير والخيرة. الحين طالع تجربة مختلفة، تجربة جديدة علي. اليوم بجرب سيارة تسلا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في واحد اسمه سليمان، انتقل وعاش بين الأمريكان، وبدأ يروي الحكايات من يوم سموه الناس روميكان. أنا ما أعتبر نفسي من الشغوفين في عالم السيارات واللي أتابع الجديد منها وأي سيارة تنزل أروح أشوفها، لا، لكن في سيارة شدتني مرة وقررت أني أجربها بنفسي، خصوصاً أنه أتيحت لي الفرصة. السيارة تعتبر ثورة في عالم السيارات، وعشان كذا قررت أجربها. فحياك الله في تجربة تسلا ذاتية القيادة. في البداية جيت زيارة أولية وتعرفت عليهم وعطيتهم إيميلي وقلت أنا أبغى أني أجرب السيارة بنفسي، وفعلاً قالوا حياك الله وعطوني موعد وحجزت على سيارة تسلا. جالس راسل المسؤولين هنا في تسلا، طبعاً وقفت السيارة بنفسي، السيارة ما توقف نفسها، هذا أحد الفروق. تجربة سيارة تسلا كانت تجربة مختلفة شوي، لا من مفهوم الشركة، لا من طريقة عملهم، حتى المكان اللي رحت أجرب فيه السيارة كان مختلف شوي. اضطرتني أروح. وصلت إلى مركز التسوق لتجربة السيارة. ممكن تستغربون ليش المكان في مول، لكن الآن فعلاً معرض تسلا ما هو في معرض سيارات ولا غيره، إنما داخل مول. هذه السيارة من بين سيارات تسلا، اخترت تجربة موديل إكس، السيارة ذات الدفع الرباعي، وهي كما يصفها أصحابها أنها أسرع وآمن سيارة رياضية في التاريخ. Fastest and most capable sport utility vehicle in history. السيارة عبارة عن ألمنيوم وماطور السيارة في الخلف وفقط، يعني هنا ما في شيء، يعني هذا فقط عشان يدير الكفرات، والمكيف يصير هنا بحيث انه ياخذ المراوح يسحبها من قدام ويدخلها على السيارة فقط. كل السيارة ألمنيوم. أما هذه السيارة فهي موديل S، وهي السيارة الأشهر لدى تسلا. بعد إتمام الإجراءات اللازمة جاء وقت تجربة السيارة. رحنا مواقف المول، أعطاني السيارة، بدأ يستعرض علي الأشياء المبهرة جداً في السيارة. موديل X and here's the Model S. وهما أن أقبلنا على السيارة حتى فتحت السيارة أبوابها. طلب مني صاحبي ألا أغلق الأبواب، فقط أحط على الفرامل والباب يتسكر على طول. Lower and really carefully so that it doesn't actually hit something. Just like that. Interesting. ثبت الكاميرا على مقدمة السيارة معلنا بداية التجربة لأسرع سيارة في العالم. Model X, the performance version, the high performance, the P100D is actually faster than almost every sports car in the world. استغربت ولهذا سألته مرة أخرى. The fastest car in the world. Almost with the X. The Model S is the fastest. حانت تجربة السرعة. This part, all you have to do is just mash the pedal down, floor it, take it right up to 70 miles an hour, and then. كنت خائفاً. Right away. In the middle of throw. بس إني حاولت أجرب ودحست على أعلى ما يكون. Okay. Floor it all the way down. Mash the pedal down. Go. There you go. كانت التجربة مخيفة لكنها مبهرة. So that was 0 to 60 in 3.2. حسيت انه بقطار الموت، حسيت كده بسرعة هائلة جدا. That was amazing. Yep. And then we'll head right out here and we'll head right up to 217. استغربت في السيارة اني اذا رفعت قدمي من السيارة احسست بان السيارة تسحب نفسها للخلف. It's actually recharging the battery. The motor is reversing. And so, like coming down the mountain, you'll get another about 15 to 20 miles of range. كانت هناك شاشة تعرض بشكل مباشر كل سيارة حولي، حتى تلك السيارات التي لا أستطيع رؤيتها بعيني. فسألته كيف استطاعت السيارة رؤية السيارة التي تسبق السيارة التي أمامنا والتي تعد غائبة عن عيني. Update 8.0, we can actually bounce radar underneath the car in front of you to the next car. Okay. Floor it. So it's not something from satellite. Yep. The car's doing all of it. ما كنت اتخيل يوم من الايام اني بركب سيارة ذاتية القيادة انها تسوق بنفسها، بس كل اللي عليك انك تركب وانت ماسك الجوال. طبعا هم يقولون لك ننصحك انك تمسك الدركسون، يعني لو جابت العيد ولا شيء. لما دخلنا على الخط السريع ولعت لمبة قدامي كذا، قال يلا الان تقدر تشغل القيادة الذاتية، الاوتو بايلوت. الان بنجرب الاوتو بايلوت او القيادة الذاتية. بسم الله.
So with autopilot, when you see that gray steering wheel there, that means autopilot can be activated. Just right there. Pull it toward you twice. That one. And you can just relax your hands. Okay. And it'll stop. وبسم الله شغلنا القيادة الذاتية وتركت الدركسون. كان شعور غريب جدا. So you just rest your hands on the wheel. Okay. And as long as that's blue, that means autopilot is active. تجربتي لسيارة تسلا لأول مرة. الآن أجرب القيادة الذاتية. السيارة نفسها تسوق نفسها الحين بالزحمة. ماشي قدامي وشايل شايل رجع على البنزين. والدركسون قاعد يسوق بنفسه. And when you rest your hand on the bottom of the wheel, you can actually feel all the tiny changes it's making. إما جت سيارة وسقطت علي. خفت. ما أدري شو أسوي. So if traffic merges in, it'll let them in. Autopilot tends to be very polite. المهم يوم هدت السيارة شوي سقطت سيارة ومشينا ولا كأن شيء صار. فالحين أنا تارك الدركسون زي ما تشوفون ما أسوق ما أتحكم القيادة وأقدر فعلًا أسوق. خاصية القيادة الذاتية تعمل فقط في الطرق السريعة وذلك لأنها تحتاج الخطوط المرسومة لمعرفة مسارات الطريق بل والتنقل بينها. يقدر يسوق يعني تشوفون هنا مزحوم الشارع الآن وفي سيارات رايحة جاية ومع هذا في ناس سقطوا علي إلا أنه لا زال في تحكم وذاتي القيادة وهذا شيء غريب جدا ما كنا نتوقع أن نجربه في يوم من الأيام. ف يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الآن بنتظر البي ام هذه دبليو تسقط علي ممكن فممكن نشوف شيء مختلف. ولكون السيارة تقود نفسها سألته هل هذا يعني أنه بالإمكان استخدام الجوال أثناء القيادة؟ Does that mean you're allowed to use your phone? Not officially. It's new. Yeah, it's new. Yeah, nobody has ever done this before. It's totally new. Sort of. I guess airplanes have been doing this for decades. And they have their own very similar. Yeah. Yeah, they have their same thing. Yes. To change lanes, you just have to flip the turn signal. And go ahead and flip that, and it can change lanes. كان في سيارة وراي كل اللي علي أسويه عشان ألف أدق إشارة. الآن طفينا القيادة الذاتية سكرناها بحيث أننا خرجنا من المخرج وطلعنا مخرج ثاني. ولشوقي للرمال الذهبية والتطعيس في صحرائنا سألته Do you know if the car goes in the sand? I have seen owners and videos of owners doing all kinds of crazy things with their Teslas. I've seen them driving through streams up in the Sierra Mountains. I have an owner who took his Model S way out in the desert. In snow and ice, it's phenomenal. It's been the best-selling car in Norway for a long time, the sedan. So it'll do okay. It's considered the best all-wheel drive in the world. We can adjust the wheels 1,000 times every second. And every time you put the car in autopilot or you correct what the car is doing, does it see a person? It learns. أثناء التجربة قطع الشارع رجل بشكل مفاجئ فأخبرني أن السيارة تتعلم من تجارب المستخدمين في المرة القادمة مما يعني أنها ستكون حذرة أكثر في هذا الشارع في المرة القادمة. I can notice on a monthly basis that it's getting better and it's learning more. I know Elon has said we need 5 or 6 billion miles of data to make it really as good as a human. And we just passed 300 million miles of autopilot driving in the last couple of days. Wow. هنا في تحكم في السسبنشن أو المساعدات بحيث أنك تقدر تخليها سبورت أو تقدر تخليها عادية سيارة عادية. لازلنا نحن في سيارة تسلا وتجربة جديدة جدا. الأمان أحد ميزات السيارة لكنه من وجهة نظر مختلفة. Because we don't have an engine in the front, if you're in a head-on collision, it's going to crush the trunk, but it's not going to push an engine into the cabin. Oh, yeah. So even at high-speed head-on collisions, you're going to be okay. We've never had a fatality in the Model X. How about the story that we've heard? The accident. Model S? Yes. So with autopilot, we've actually added some new safety features. So on two-lane roads, it will only go 5 miles an hour over the speed limit. And the data from that accident shows that there was a lot of excessive speed involved. You still are supposed to pay attention. There was a laptop found in the vehicle as well. كنوع من الأمان ترفع المعلومات إلى قاعدة البيانات الخاصة بسيارات تسلا بعد أي حادث يحصل لأحد عملائها لا قدر الله.
Okay, so, but is it true that the car thought it's a sky? It actually, so if a semi crosses in front of you, you've got wheels on either side, but you can look right underneath it. And so the radar was looking right ahead, and if you're looking right ahead, you see a clear road. Impact was when the airbags deployed. Like the black box in an airplane, yes. So that they can look and see, all right, what was going on at the time. انتهينا من القيادة الذاتية وجاء دور الوقوف الذاتي. I want to show you what parallel parking is like. الحين حنا في تجربة الموقف. وقفت عند مكان وعلمني هنا بالشاشة انه في موقف متاح. فكل اللي علي الان اني اضغط start. And then take your foot off the brake. الحين تركت. And it'll park itself. قاعد يوقف سيارة. وهذا شيء عجيب جدا. انا ما امسك الدركسون، شوف هذه يدي قاعده تصور. And so you are actually also parked. Yeah, so so it just pulled right in there and parked. عنده ثلاث حساسات بحيث لو واحد اخطا الثاني صحح. اذا مريت فقط من عند موقف يعطيك علامه انه موقف وتضغط ستارت وهي توقف نفسها. هذه عاده عجيبه. احنا وقفنا الان السياره يعني وقفه ذاتيه. Actually, let's pull in here. Looks like there's a couple cars regularly parked there and المرة الثانية كانت أعجب. ليش؟ لأنه السيارة اللي وراي تحركت. Okay, now we have a situation. جيت بمسك الدركسون قال لي لا لا خليك ما عليك. Let's find out what happens. Let's find out. تبي تثبت نفس السيارة. الآن السيارة بتوقف نفسها. لا إله إلا الله. أنا أشوف بسم الله. That was scary. جت السيارة قبل شوي ترجع وفي هذه السيارة ورانا، فأنا خفت جيت بحرك السيارة وبوقف، قال لي لا تحرك شيء خلها. فالآن هي تقدم وترجع إلا وتروح تقدم تروح تقدم إلى ما وقفت السيارة من دون ما أسوي شيء. لا إله إلا الله. That was amazing. That's auto park. بعد كل هذه الامتيازات المبهرة قررت تجربة السرعة مرة أخرى ولكن بجرأة أكثر. بعد التجربة السريعة سألته السؤال المعتاد عن السيارات. أي موديل هذه السيارة ومتى الموديل اللي بينزل؟ تسلا doesn't actually do model years. You changed the rules. Yeah. A little bit. So we build the car, whatever car it's built in is the year it's from, I guess. So when you register the car, this would be a 2016 because it was built this year. But our cars actually update about every 3 to 6 weeks with new software so that even the older cars have all the same features as this. السيارة ما تصير قديمة أبدا وهذا مفهوم جديد في عالم السيارات. ليش كل سنة لازم أشتري سيارة وكل سنة يطلع موديل جديد يخرب علي؟ It's interesting that your Tesla car never gets old. It doesn't. We keep the same body style, we keep the same looks. And it's simple. And it's a very clean look that'll last for many years without seeming boring. Like these two buttons didn't used to be here. You had to still open the driver's doors this way. Now. And this isn't really. I can just hit one button and it closes them all. أدهشني استعراض الأبواب، ولهذا سألته هل السيارة مميزة بدون خاصية القيادة الذاتية؟ It's great either way. Without autopilot, it's still the safest and one of the fastest, most fun cars to drive in the world. Autopilot is a bonus. Before we had autopilot, if you looked at the auto magazines, they rated it the best car they'd ever tested. This is the worst Tesla you'll ever drive because tomorrow it may have new features. It may have gotten better. بما أن السيارة إلكترونية بالكامل وتعمل على الطاقة الكهربائية، ما هي آلية الشحن إذن؟ طبعاً السيارة تختلف بأنها تعتمد على الكهرباء، فهي في أماكن تشحن فيها. قلت له مثلاً لو بغيت أنا أسافر إلى سان فرانسيسكو، مسافة طويلة شوي، فقال لي يختلف طريقة تعاملك مع البنزين مختلفة شوي عن تعاملك مع السيارة نفسها. لما تسافر لسان فرانسيسكو مثلاً تكتب سان فرانسيسكو وتحدد المدينة اللي بتنطلق منها، يحدد لك في الطريق وين الأماكن اللي لازم توقف فيها عشان تشحن. So all the Tesla chargers are near food, restaurants, Wi-Fi, restrooms. This one there's a restaurant and a couple coffee shops.
We always put it near food and restrooms. تخيل انك بتسافر مجانا ليش؟ These are also free for life. تسلا نفسهم راح يشحنون لك السيارة مجانا. اي محطة تشحن فيها تسلا فهي مجانية. والشحن لانه سريع جدا فياخذ منك تقريبا 30 دقيقة 40 دقيقة. بينما لو كنت تشحن في البيت فبياخذ منك حول ليلة كاملة. لانه يختلف الشحن بين يعني 110 وشيء طاقة عالية جدا. So at home you charge at about 40 amps. You need a 20-foot charging cable. You can plug it into a 110 outlet, kind of like a toaster outlet. Mm-hmm. It's pretty slow. It'll only give you about 40 miles overnight. Mm-hmm. Whereas a 220 outlet, like a washer dryer or something, or RV outlet, and that'll give you a full charge before you wake up in the morning. من هذا المنفذ الصغير في السيارة تتم عملية الشحن. الشحن يجي بمحطات شبيهة بهذه. يكون عندك كذا تأخذ هذا وتشحن فيه سيارتك. بحسب إذا كانت محطة معتبرة لشحن السيارات فهي تأخذ تقريبا 30 دقيقة 40 دقيقة إذا كانت محطة في البيت لا تأخذ ليلة كاملة الشيء الغريب أنك تطلب السيارة أونلاين ما تروح لهم لا تقول تعبي فورم أونلاين تطلب السيارة أونلاين يقولك تعطينا دفعة أولى ثم تبدأ تصمم السيارة في العشرة أسابيع هذه تصمم السيارة بنفسك تختار اللون الداخلي اللون الخارجي تبغاها كهرب تبغى الأبواب شفط تبغى كل الأشياء والامتيازات تصممها براحتك بعدين يوصلونها لك هنا وتستلمها انتهت جولة المستقبلية مع السيارة وعدنا إلى معرض تسلا وودعت رفيقي وشكرته على هذه الفرصة Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Awesome. Thank you. كانت هذه تجربة خفيفة وسريعة مع سيارة تسلا أتمنى عجبتكم كانت هذه الحكاية وهنا النهاية عندي تجربة رياضية مختلفة شوي مع شركة عالمية اسمها iFly I'll speak in Arabic so it's okay لأنه السيارة اللي وراي تحركت لا زلت أنا في تجربة تسلا ذاتية القيادة وتجربة عجيبة جدا صراحة